ده ايه يا معلم بدران؟ هتحمل ولا ايه؟ مش انت اللي صممت ان عقد الجواز تعمل هنا وش بيت الباوي؟ يلا يا معلم بدران استقبل الزفه، خلي الناس تعرف ان بنتك اتجوزت برضاك مش غصب عنك. المعلم الباوي شابندر التجار الراجل المجدع اللي ما تطلعش من العيب ابدا. الف مبروك يا معلم الباوي. بالك يا سعد، تسمح تقبل هديتي بمناسبه جوازك؟ الزوله دي متطعمه بالفضه ما يشيلهاش الا المعلمين الجدعان قوي اللي زيك. مقبول يا سعد. يلا رجاله انتم ازاي تسيبوا ابن كرامات ينفد من ايديكم؟ يا معلم احنا قلبنا عليه الدنيا ما عرفناهوش طريق جره قوم نمشي. انا شايف انك ما تنزلش السوق قبل ما تاخد بطارك من ابن كرامات. يعني اقعد في البيت زي الولايه؟ ولو شافوك التجار وانت مدشدش بالشكل ده هيبتك هتضيع في السوق. مسيره يقع في ايد ابن اللئيمه ونستنى لينا ما يقع في ايدينا. ما نطلع له التكيه نجيب عليها وطيها ونجرجره من رقبته لحد هنا. يا موسى ما تفتحش علينا ابواب جهنم. الانجليز اكيد حاطين عينيهم علينا خصوصا بعد اللي حصل لك. الانجليز يحط عينيهم عليك انت لكن علي انا؟ لا. ليه؟ على راس ابو كريشه؟ لا على راسه فرخه. اسمعني بس، واحنا بنعمل لنا محضر الصلح في الكراكون انا ابدكت الكونستابل الانجليزي اللازم منه وهو مستعد يغمض علينا واحنا هاجمنا التكيه. مش عارف اقول لك ايه يا موسى، عين في الجنه وعين في النار. We'll be right back.
الحمد والشكر لك يا رب. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا صباح. أكيد انكتب لي أمر جديد على ديكي. ده أنا لما شفت دمك مغرق إيديا كان هيغمى عليا، وأبويا الله يستره هو اللي طلع الرصاصة من جدلك. يعني دلوقتي أشكرك ولا أشكر أبوكي؟ أشكر ربنا اللي نجاك وأمك بالسلامة. بس في حاجات أهم من نجاتي لازم أشكر ربنا عليها. هو في حاجة أهم من نجاتك يا سعد؟ أنت يا صباح. حسنة كانت قالت لي إنك جيت مع الست والدتك لأجل ما تطلبوا إيدي من أبويا. حصل يا صباح. وأبويا كان رأيه إيه؟ قبل أبوك ما ينطق بكلمة دخلت علينا حسنة وراحت راقعة بالصوت الحياني. يا لهوتي صباح الخبر. ومش هتكلم أبويا تاني؟ ما أقدرش يا صباح أطلب إيدك منه تاني. ليه يا سعد؟ بعدين افهم اني بطالب بتمن نجاتك من الهلباوي. الف سلامه ليك يا شهم يا مجدع اللي خليت رقبتنا في العلالي. زي صحتك دلوقتي بوم. انا عمري ما هنسى انك كتب لي عمر جديد على ايدك يا معلم بدران. وانا كمان يا سعد يا ابني عمري ما هنسى انك رجعت لي كرامتي وهيبتي بين الناس. اصلك انت ما تعرفش معزه صباح بنتي عندي قد ايه. ما نحرمش منك يابا. روحي بقى صبوحه اعملي له 20 بيضه في السمن البلدي على كام فطيره مشلتته كده خليه ياكل ويتغذى. ده يا معلم بس ده انا افطس لك قلتهم. تفطس ايه يا راجل انت؟ ده انا وانا في سنك كنت بظلط 30 بيضه واربع وراهم كوز سمن بلدي كمان. ربنا يديم عليك الصحه. بس لو بتعزني خليهم خمس بيضات. خمسه؟ خمسه ده ايه؟ خلاص بقى يابا خليهم خمسه تاني العدو. صباح. نعم يا قولي لي يا سبوحة. نعم. هو انت كنت تعرفي سعد ده قبل كده؟ ابقى كدابة يابا لو قلت لك اني ما شفتوش قبل كده. انا شفته مرة في السوق. طب اسمعي يا سبوحة. نعم. انت عارفة معزتك عندي قد ايه؟ ونفسي قبل ما اموت اتجوزك راجل يحميكي ويحافظ عليكي. والنبي يابا بلاش سيرة الجواز دي، احسن بتزعل مني وهتضربني. لا 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 لا، المرة دي ما فيناش من زعل. اسمعي يا ستي. نعم. افرضي تقدم لك راجلين، الدكروري وسعد. تفضلي مين فيهم؟ الدكروري ده ايه؟ طبعا اختار سعد يابا. يا سلام، الدرجة دي بتكرهي الدكروري؟ يابا ما ينكرش الجميل ده ابن الحرام. وما تنساش ان سعد هو اللي نجاني من الهلباوي وهو اللي رد لك كلامتك قدام الناس كلها. صح يابا؟ هو اخينا ده يفضل متلقح هنا لحد امتى؟ لقح؟ طب اقعد يا دكروري اقعد، ما تبقاش قليل الاصل. قراني يا معلم هات واحد ينسون خليه يروق دم. جدع كان هيضيع روحه عشان ينجي بنتي، مش الواجب برضه الرعيه لغايه ما يخف؟ وبعد ما يخف يا معلم تبقى خالتي وخالتك وتفرقت الخلاف. بس يا معلم يوم ما جه سعد مع كرامات كانوا جايين عايزين يطلبوا ايد صباح منك. ورانا رايح لحقتك بكلمه ولا بالراي خالص. بس انا يهمني بقى دلوقتي اعرف رايك بالظبط. انا شايف وقت في كلامك لماده وطوله لسان. يا معلم بدران انا ما بحبش حد يستلطخني. يعني انت مصمم تعرف رايي يا دكروري؟ ايوه يا معلم عشان اعرف راسي من رجليا. خلاص صباح مش من نصيبك كده. يعني رجعت في كلامك يا معلمه. البنت مش طايقه تبص في خلقتك مستغنساك يا اخي. الله هو الجواز بالعافيه؟ كتر خيرك يا معلم ربنا يقدرنا على رد جمايلك. الحمد لله وقعت في مين الطلاق اللي حلفوا عليا جوزي وخلاص الاكل كله. يا ستي هو انت كنت مش عايز تخلص الاكل كله؟ ما انا قدامك يا ست حسنى مش قادره اتنفس. انا هقوم اعمل لك كوبايه شاي بنعناع تهدم الزلط. اشكر على كل حال. ابوكي باين عليه دماغه ناشفه يا صباح. صحيح ابويا دماغه ناشفه زي الحديد بس قلبه ابيض زي الحليب. ده هيطير بيك من الفرح يا سعد. يا بركه دعاء الوالدين. أكيد أمك وأبوك بيحبوك أوي يا سعد. أنا لا عمري شفت أبويا ولا أمي يا صباح. الله أمال أمال مين الست اللي جت معاك وأنت بتطلب إيدي؟ دي أم كرامات اللي ربطني. أنا لازم أطلع بتكية عشان أطمنها أحسنت ليها قلقانة دلوقتي عليا. مش لما تاخد عقاد نافع مع أبويا؟ أنت مش قلت يا صباح إنه هيطير بيها من الفرح؟ أي والله.
انا قدمت السبت يا صباح. وانا بقدم الحد يا سعد يا ابني. الف مبروك عليكم يا اولاد، الف مبروك. الشاي. شاي يا حسنى؟ باللي شربات. خلاص صباح بقت من نصيب سعد. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك. جبنا اراضي كذا كريه يمهل ولا يهمل، انت فين الاراضي؟ وديته تكريه فين؟ الله تكريه مين يا محمد؟ اللي بقالي 30 سنه بدور عليه. تكريه مين يا جلع مخبول انت؟ انا مش هسيبكم الا ما تقولي وديته تكريه فين؟ ايه على حاجه تقطع الهدوم؟ ايه اللي هقطعها في العيطه انت ما قلتش وديته تكريه فين؟ انت فين يا تكريه؟ اهدى 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 يا حنجر يا حبيبي، اهدى وفهمني ايه حكايه زكريا ده؟